فيك يا مرتضى. بقول لك ايه؟ لا. من هنا ورايح ما اسميش مرتضى. امال اسمك ايه؟ مرتضى اغلو. حبيبتي كيفك ماما؟ ايوه يا مرتديلا، كنت لسه حالا هرن على النمبر بتاعك. ايوه كده، قولي بقى اللي في قلبك. بس بقى هي هتعدي عليا امتى عشان نروح القناه؟ قناه؟ طيب ماشي. طب انا الاول هروح السينما اجيب حاجه وبعد كده اجي لك على طول. وبقولك ايه، بقولك انا اعمل لك مفاجاه حلوه قوي. خلاص اوكي، ما تتاخرش عليا، انجز وحصلني على القناه. باي 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 باي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. باي باي حبيبتي. في حاجه ناقصه؟ ايه ده؟ قولي بقى، لان انا هنزل اروح شغلي الجديد. انا عندي احساس ان انا هبقى اعلاميه جامده جدا. ربنا معاك يا بنتي ويوفقك باذن الله. ميرسي يا بابا. باي باي حبيبي. استغفر الله العظيم يا رب. الله يخرب بيتك يا مرتضى، على طول معطلني كده، معطلني. لك شو هالقمر على بكرة الصبح؟ مش عيب يا استاذ تبقى ضيف سوري في بلدنا وتعكسني انا بنت مصريه زي اختك. مني سوري انا؟ حبيبتي هي تركي. حضرتك بتتكلم سوري؟ لا هي تركي. ما بتحب الاتراك؟ ما بتروش بقى. الاتراك احباب الله. اه سلام عليكم. استني استني، انا مرتضى. مرتديلا. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انا اول مره اعرف انك بيج فان لاستاذ ماجد المصري. والله انا ما كانش قصدي، انا كان قصدي كريم التركي بس ضرب معايا في ماجد المصري. بس ايه رايك؟ ايه اللي اخرك بقى كل ده عشان اعمل اللوك ده؟ طب اتفضل بقى، لان انت عطلتني وانا فنانه معروفه بالالتزام. انا اسف انا اسف. صباح الخير يا عمو. حبيب قلبي، النهارده اول يوم لينا في القناه، عايزك تكسري الدنيا. باذن الله يا فندم، انا هرفع راس حضرتك وهشرفك جدا جدا، هتبقى فخور بيا. انا متاكد، مفيش شك. على فكره دي اول مره ليا اللي انا اطلع على الهوا، بس حضرتك هتنبهر بسرعه البديهه اللي عندي، هتصرف كده في اي موقف مفاجئ يحصل على الهوا. بس اهم حاجه المتفرج ما يحسش ان الاتصالات ايه متفبركه، لازم يحس انها حقيقيه. طبعا يا فندم، دي لعبتي، انا ممثله في الاساس. وان شاء الله النهارده هتبقى من اعلى الفيورز عند حضرتك في القناه، يمكن دي تبقى اعلى فيور من ساعه ما فتحت. هو مش فاهم يعني ايه فيورز دي، بس يعني امرايا. معلش انا بتكلم لغات. فيور يعني نسبه مشاهده، هتبقى اعلى نسبه مشاهده ان شاء الله. اوكي انا هستأذن بقى وهروح دلوقتي على الهوا، ومن فضلك حضرتك تابع الحلقه، لان انا اول ما اخلص الهوا هيجي على طول على هنا اسمع راي حضرتك. ميرسي. شو بتكلم لغات زيك اهو. يلا بالتوفيق حبيبي. شكرا يا فندم. البنت دي شكلها موهوبه، هتكسر الدنيا. انا عارفه ان النهارده اول يوم ليا معاكم في البرنامج، ان شاء الله تبقوا وش الخير عليا وابقى وش الخير عليكم، ونكسب مع بعض هدايا وجوائز كتير قوي قوي قوي. انا عايزاكم تكلمونا، جوائزنا كتيره وكبيره جدا، 10000 دولار، 20000 دولار، 30000 دولار، و50 دولار. ال 50 دولار دي على فكره ما تستهينش بيها، ممكن تنفعك، ممكن تشتري بيها حاجه صغننه قد كده، تديها هديه لحد مثلا بتحبه او حاجه. النهارده معانا جوائز كتير جدا جدا وهدايا زي ما انتم شايفين. يا ريت مخرجنا يجيب الجوائز عشان نغري جمهورنا ويكلمونا. يلا يا جماعه كلمونا من كل مكان، كلمونا من كل حته، احنا مستنيينكم. انا منتظراكم، انا لهفه منتظراكم النهارده، تكلموني عشان اكسبكم. معانا تليفون مخرجنا؟ لسه ما معناش حد. يلا يا جماعه ما تحرجونيش، انا قلت هبقى وش الخير عليكم وهتبقوا وش الخير عليا. انا مستنياكم تكلموني. وزي ما تامر حسني بيقول، هلبة هلبة برشا برشا كتير كتير وايد قوي قوي. انا مستنيه جمهورنا من كل الوطن العربي يكلمنا عشان يربح معانا. معانا تليفون. الو. الو. ايوه معاكي مهند. اهلا وسهلا يا مهند، بتشارك معانا منين يا مهند؟ من اسطنبول. ضرب نار لاسطنبول. اكتبوا لي بحبك يا مهند على الشاشه. بنطلب من مخرجنا يكتب بحبك يا مهند. اهو مكتوبه اهي، شايف يا مهند؟ ايه والله شفتها شفتها، انا كمان كاتب لكم بحبكم يا تريكس. احنا كمان بنحبك قوي يا مهند. هي عرفت مين النجم الجميل اللي معانا في الصوره النهارده؟ ايوه النجم الاستاذ محمود الجندي. لا يا مهند ركز كويس يا مهند، شوف الصوره. هي مين؟ أيوة معانا؟ أيوة. الاستاذه ناديه الجندي. غلط يا مهند، للاسف الاجابه خاطئه. تعالى تعالى يا حبيبي، تعالى. انت
متأكدة إنه نام؟ أيوه تعالى يا حبيبي على متر. حبيبك؟ وكمان جايباه لغاية هنا؟ لا يا عمي أرجوك ما تفهمنيش غلط، أنا جاي أطلب إيد الأنسة سندي على سنة الله ورسوله والصداق المسمى بيننا. واللي جاي يتقدم ده جاي إيد ورا كده وإيد قدام؟ مين اللي قال؟ أمال إيه اللي أنا جايبه ده؟ 3 كيلو بوري مزارع ب 12 جنيه كيلو وفطيرة مشلتتها بالعسل الأبيض. أمال فين بابي ومامي؟ بابي ومامي تعيش إمتى؟ طب عمه؟ يا بابا خلاص بقى يا بابا، هو أصلاً ملهوش حد، هو مقطوع من شجر، ملهوش حد غيري أنا. أيوه يا بنتي بس كرشو كرشو. شفت؟ شفت كسفت لنا إزاي عشان عمال أقول لك نزل في كرشك ده واشفط واعمل أي حاجة في نفسك وأنت ما بتسمعش الكلام. سندي 100 مرة قلت لك أنا مش كل سنة هغير اللوك بتاعي، وبعدين أنا رياضي قديم رفع أثقال، لازم أما يبطلوا رياضة كرشهم يطلع. خلاص خلاص مش مهم مش مهم مش مهم، إحنا نقرا الفاتحة على طول. لا يا عمي لا يا عمي من فضلك أرجوك، أنا دخلت بيت كبير، وبعدين الأنسة سندي أنا هعملها زي معاملة أختي بالظبط، واللي مرضهوش لأختي مرضهوش لسندي، لازم أشوف حد في عيلتي كبير شخصية اعتبارية يجي يطلب إيدها. إيه ده؟ أنت شكله عايز يخلع يا بنت. ما هو من رغيك يا بابا، ما أنت لو تنجز وتلخص من أول ما دخل وتبطل تفلي فيه كان زماننا خلصنا. يا بنت خد 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 هنا، راح فين؟ راح فين؟ الموبايل نسيته في العربية، هنزل أجيبه. إيه هو معاه عربية؟ معاهوش عربية، ده بيخلع منك، ده جاي في توك توك، عاجبك كده؟ توك توك إيه يا بنت؟ وجابه يعمل إيه هنا طالما جاي في توك توك؟ أعمل إيه يا بابا؟ أي حاجة اللي لقيته في طريقه وأنا لاقية. هي معانا تليفون تاني؟ لا لسه معلش تليفون تاني. يلا يا جماعه، ايه ده انا كنت متوقعه تليفونات اكتر من كده بكتير. يلا يا جماعه معانا جوايز كتير، ما عندكوش احلام، ما عندكوش طموحات، مش نفسك تجيب شقه، مش نفسك تجيب عربيه، مش نفسك تجيب فيلا، تجيب قصر كبير. انا هخليك تحقق حلمك معايا لما تكلمني واسمك يتسجل معانا على الكمبيوتر ومخرجنا يكلمك. معانا اتصال كمان، نقول الو. الو ايوه مين معانا؟ معاكي مهند. اهلا وسهلا يا مهند، بتشارك معانا منين يا مهند؟ من انقره. من انقره، ضرب نار لانقره، واحنا بنضرب نار عليكم انتوا كمان والله. شكرا متشكرين قوي يا مهند. عرفت يا ترى مين النجم الجميل اللي معانا في الصوره النهارده؟ الفنانه بدريه طلبه. لا يا مهند هدي لك فرصه تانية. هي 10000 دولار يا مهند. ايه السؤال صعب والله؟ مين نجم جميل عمل افلام كتير جدا جدا جدا؟ الفنان اسماعيل ياسين. غلط يا مهند، للاسف انا زعلانه انك خسرت معانا يا مهند، بس ان شاء الله المكالمه الجايه تربح معانا. بنشكر مهند وبنحيي اهل انقره ونضرب ضربه نار تاني لانقره. مخرجنا الجميل معانا اتصال تاني. مش معقول. مش لك ده مش جديد يا حبيبي، كل ثانيه تفوت علي يا بدو دنيتي. يلا بقى يا بعد عمري كلمنا بقى، كلمونا من كل الدول العربية يا جماعة، احنا مستنيينكم، احنا عايزين نكسبكم، احنا عايزين مصلحتكم. لو قاعد حيران، لو قاعد زهقان، لو قاعد سهران، لو قاعد قرفان، كلمنا احنا هنحقق لك كل احلامك. معانا تليفون تاني؟ الو. ايوه الو. ايوه مين معانا؟ معاك مهند، انت نسيتوني ولا ايه؟ اهلا وسهلا يا مهند، يا ترى عرفت الاجابة ولا هتعمل اجابة خاطئة برضه يا مهند؟ لا والله ما عرفت الاجابة، بس كنت حابب اعرف انت ايش قال لك المخرج خلاكي تضحكي هكذا؟ خلاص مش هنبقى يا مهند، دي اسرار عمل. هي يا مهند عرفت مين النجم الجميل معانا في الصوره النهارده؟ لا ما بعرف الاجابه. طيب خلاص معلش يا مهند، ان شاء الله المره الجايه تعرف وتجاوب معانا اجابه صحيحه وندي لك جايزه كبيره زي دي بالظبط. شكرا يا مهند. هي يا جماعه هنفضل قاعدين كده كتير ولا ايه؟ هنفضل قاعدين مستنيين مكالمتنا؟ يلا بقى يا جماعه احنا عايزينكم تكسبوا. انا شخصيا لحظه عايزاكم تكسبوا، عايزاكم تاخدوا كل الجوائز. عايز امشي من الاستوديو النهارده ما اشوفش ولا جايزه، اشوف كل اللي معانا كسبانين وربحانين. الناس اللي ورا الكاميرا معانا النهارده قاعدين بيشاوروا لي يعملوا لي كده عشان عايزينكم تتكلموا. يلا يا جماعه بقى انا مستنيه اسمع صوتكم، مستنيه اسمع تليفوناتكم. ها فين سوريا؟ فين لبنان؟ فين السعوديه؟ فين الكويت؟ فين دبي؟ ايه يا جماعه؟ يلا يا جماعه انا قاعده مستنياكم من هنا. فين شرم الشيخ؟ فين الغردقه؟ فين طنطا؟ فين المنصوره؟ فين الزقازيق؟ يلا يا جماعه بقى. مالك يا عمران؟ من ساعة ما جيت وانت ساكت ومكتوم كده، فيك ايه؟ شكلك متغير. ايه اهدى. ايه ايه ايه؟ ما تتكلم يا راجل، مالك فيك ايه؟ ما تخنقنيش بقى. هتكلم اقول ايه بس يا بتال؟ هتكلم اقول ايه؟ قول. اوعى اوعى تكون البت اياها. ايوه فعلا هي هي ساندي. ساندي مالها؟ عملت فيك ايه؟ لا هي ما عملتش حاجة، بس آخر مرة لما كنت عند والدها فحسيت إنهم كده بيطلبوا طلبات غريبة شوية. خلي بالك من الصنف ده،
اوعى تكون عايزه تقلبك. لا لا تقلبني ايه، ساندي اخلاقها لا غبار عليها، بس لقيت عمي بقى ابتدى يزود في المطالب. ايه عمك؟ والدها يعني، باباها. باباها يا ستي ارتحتي. عمك ماشي يا عمران. عمك ابتدى يبص لي بصات كده وعاوزين حاجات كتير، وانا هجيب فلوس منين؟ انا لسه بكون نفسي يا اخويا. بقول لك ايه، ما تصرف نظر عن الجوازه دي خلاص يا اخي، انت كبرت على الحاجات دي.